مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير السردين. اول شي عنا سردين بدنا ننظفهم مع بعض وبنرجع بنكفي تحضيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شو بعمل بالسردين؟ بنطفو، بحطه بقلب الكيس للسردين وبنطفو، ما بيطلع براش ابدا بالبيت على المجلى. هلا بنشوف مع بعض الطريقه. اكيد جبت هيدا الكيس حجم صغير على حسب حجم السردين. بسم الله، هيدا السردين شفتوا كيف بهيدي الطريقة، كل البرش بضل جوا الكيس. شفتوا البرش بيبقى جوا كيس النايلون. كمان من تاني جهة بضرشة. شايفين البرش؟ هذه الطريقة على طول بعتمدها أنا بتنظيف السمك أو السردين. هيدي نظفناها منيح. هلا أنا رح أعمل طريقة سمكة، فرجيكم كيف برشتها وكيف بنظفها وبكفي الباقيين لواحد. كمان بدي نظفها، عندي ورقة سانيتا. بعمل السمكة من هون بقصة. بسم الله. في ناس بيشيلوا راس السمكة، أنا بفضل للمنظر يبقى أجمل. نحن وعم ناكلها للسمكة منشيل الراس من هون، منشيل هيدول الزعانف. شفتوا كيف نسحبها بهيدا الشكل. نظفتها منيح. هلا بحطها بالجات وبرجع بغسلها. رح اعمل سمكة تانية انا وياكم كمان نفس الطريقة بالكيس. نضيفها بالكيس. ثاني جهة. هلا بننظفها مع بعض نفس الطريقة بقصة بهيدا الشكل. كمان نضيف من هون، هو كلهم نضيفهم. طريقتهم كتير سهلة يعني ما معقدة. شفتوا كيف؟ هلا بكفي الباقيين وبرجع بغسلهم انا وياكم. هول السردينات بعد ما برشتهم ونظفتهم من قلبهم، هلا بدي غسلهم منيح. بسم الله، قد ما فيني بغسلهم منيح. هلا حطها بالمستوي كمان نفس الشيء، من هون بغسلها منيح من قلبها. حطها بالمصفاي. هلا وقت ما يفرقعوا برا. بعد ما نظفتهم للسردينات وغسلتهم منيح، هلا عندي حامض وملح، برش عليهم ملح. كمان
بفركهم بالحامض بهيدا الشكل. هذا الحامض كتير بيبعد الزنخة عن السمك وريحة السمك بتصير كتير نظيفة. حول كلهم ادهنهم بالحامض والملح. بعد ما تخلطوا منيح بالحامض والملح بتركهم ليزلوا شوي من المي اللي فيهم قبل ما نقليهم. هلا بدنا نعمل طريقة قلي السردين. عندي هون طحين رح حط رشة خفيفة فلفل اسود، حركهم هلا بغطي السردين بطحين. الجهة الثانية بغطيها منيح بالطحين بهيدا الشكل وبحطها بالصحن. نفس الشيء بغطيها منيح بالطحين بالصحن. بعمل كم واحدة انه حطهم مع بعض بالمقلة. بعد ما حمي الزيت منيح هلأ بدنا نحط السردين. بسم الله بس استوى السردين من اول جهة، هلأ بقلبهم على الجهة الثانية. كمان بتركهم ليستووا منيح وبشيلهم. هذا السردين بعد ما استوى منيح هلأ بشيله من الزيت. بسم الله كمان رح حط كمية تانية. بالوقت اللي عم بقلي فيه السردين والبطاطا هلأ عندي هون بدي اعمل انا وياكم طراطور كتير طيب مع السردين. عندي طحينة، حامض، مي، بقدونس وملح. حط حامض ملح مي خلطهم منيح مع بعض. حط شوي شوي مي عشان ما يطلع عنا كتير رخ الخليط. هلأ بحركهم منيح. خلطناهم منيح بهيدا الشكل. هلأ حط فوقهم البقدونس. كمان بحركهم مع بعض. هيدا الطراطور اللي عملته انا وياكم بهيدي السماكة. هلا بحطهم بكاسة.
وبحطهم على جنب. هول السردينات بعد ما قليتهم وخلصت نهائيا. اليوم طريقة الفيديو عن تحضير السردين، بس حبيت أنا أضيف مع السردين قرنبيط وكمان تبول الصحن اللي ما منتخلى عنه أبدا وبطاطا مقلية، وهيدا التراتور اللي عملته أنا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.